شيكابالا دلوقتي راجل بالعربي كده قال انا مستني ممدوح عباس. ممدوح عباس هو اللي بيظبطه، الراجل من انجلترا لاسبانيا وبيتصيف في اسبانيا دلوقتي ومش هيرجع غير اخر الشهر. الراجل حسام حسن زعق بين الشوطين، راح خد لبسه ومشي وراح يتفسح في مارينا ويروح لمحمد منير وساب فرقته في برج العرب، وفاضل ايام على الدوري الممتاز يبتدي، واولى المباريات هي مباراه حرس الحدود في الدوري. ايه رايك في شيكابالا؟ انا نكون منطقيين، شيكابالا لما رجع من باوك ايه اللي حصل؟ شيكابالا هرب من باوك. شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك، وبعد كده بعد ما راح هرب من باوك ورجع له، وبعد كده اما رجع له مضى للاهلي، وبعد كده ما مضى للاهلي راح مضى للزمالك، وبعد كده لعب. احنا بنرسخ يعني مبادئ يعني واهية، دي مش مبادئ.